من يوم اذن الظهر وانت تحط غداك حط هذا غدا ولا عشاء الناس قدمتهم غدا يوم يتم خلي يجوز ويحط فيك يا طقر بيك يا حط غداك هاي هدي غداك هاي هدي حط غداك لك ولد الله يا اخي مريض انت ولد انقلع انا ولد ابوي وكل شيء حط غداك من اليوم انه حط غداك لا تقربي سمع الله يا عمك شاتم معك صب الحليب يا ولد يا رجال خليني اشرب لك هو تم صب الحليب يا رجال انت وش اللي ايه ماني بسابر لك حليب يا رجال صب الحليب يا رجال صب الحليب و شوف لا يبارك فيك شوف الحليب يقول ما تشرب يقول صب حليب انت ما جينا لان انا فيك الدين يا رجال انا بلدقين خلاص طيب اكسر على الله ها يا ولد يا غيت انا كان يجي قهوتي لا بدك طلع لا بدك ها انا بفهمك والله بعيني اسكت شوف يا ولد ولد ها زين القهوه زين ولا فخر خلي واحد يزينها ما اللي بيزينها زينها قام جهاز زينها خلي الله يجيب لا 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 الله يبارك فيك الله يبارك فيك والله العظيم مش مجد عاد صاحي الحرام يا رجال علي الحرام والله يا اليوم في ضغط ايش ولا الجنب انت بالجنب نعم ايدين يا رجال ايدين او خير تبي ايدين ما بخاطر طول الجنوب يا رجال ما يعرفون ايدين يا رجال يبالكم دوره في سوريا طيب هاك يا احمد اشرب زين انزل عشان وياك حلو ويش انا بوديها انا بحط هناك عشان اتفقتم تعلموني ها وين تحطه بالنار عشان تعلمه اتخيل يا معلق لا عندي هنا اتوقع لا تحط وجعان علي الحرام منه علي الحرام منه الله يا الحرام وكل والله المبدول يا فهد ابكى انت حرامك ابطل انت يا رجال